أولا رحم الله الزعيم علي عبد الله صالح والأمين العام عارف الزوكا، فقد كان هما يعني مثلا منعطف خطير وكبير في تاريخ السياسة اليمنية الحديثة. يعني انتفاضت 2 ديسمبر وهي تحل علينا اليوم الذكرى السادسة، هي كانت أكبر بارقة أمل لليمنيين للخلاص من مشروع الإمام المتجدد الذي دخل اليمن ودمرها من أقصاها إلى أقصاها. ذكرى 2 ديسمبر هي الذكرى عظيمة لدى اليمنيين كلهم. أحداث السياسة اليمنية من 2011 حتى اليوم عادت لهم هذه الذكرى، تعيد لهم أشياء كثيرة، تعيد لهم عهد ولا ويحاولون التشبث بالبقايا منه من أجل الخلاص من الإرهاب الأكبر الذي أتى على اليمنيين ولم يعرفه. رحم الله الزعيم صالح حذر منها سابقا وحذر منها لاحقا. انا اتكلم بالصراحه انه يعني الخطا السياسي الذي حدث من الاحزاب اليمنيه هو سبب كل الكوارث. اتت جعل اليمنيين اليوم يترحمون على علي عبد الله صالح باختلاف توجهاتهم وباختلاف انتماءاتهم السياسيه والفكريه، وهذه لا زالت حتى اليوم كذلك. هذه الثوره سراجا منيرا لليمنيين للمضي قدما للخلاص من ميليشيا الحوثي الارهابيه وما تعمله في اليمن. الامامه نخرت في اليمنيين ولا بد ان تستمر هذه الانتفاضه بشتى الانواع والمضي جميعا تحت هدف الخلاص منهم تحت اي مسميات، لكن هذه الانتفاضه هي انتفاضه حقيقيه كان لها قائد ولها جمهور ولها شعب التف حولها. حدث ما حدث فيما بعد لكنها لا زالت مستمره حتى اليوم. نعم.